متزوجين شماليات انا على فكره، ما ايزي الموضوع، لكن على المستوى العام يعني ما بكون عنده نظره كده اتجاهك. لا 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 انا عارف كويس. اسمه شنو يا جماعه؟ رتق النسيج الاجتماعي ده اسمه شنو يا جماعه؟ عنده طريق معين كده الناس بيمشوا بيه، عنده سيستم معين كده اسمه شنو يا جماعه؟ ذكروني. لا لا ما استقرار، عنده حاجة كده اوريدي كده الناس بكونوا مصافين يعني، ما ناي سلام اجتماعي يا اخي، ما سلام اجتماعي ده بيجي اوريدي مجرد ما العدالة جاب. والله العظيم تقعد مع واحد من ابناء الشمال ولا من كردفان ولا من، والله ما بتشعر كأنه قبل كده كويس حصل مشكلة نهائي، ما بتشعر. ده اسمه سلام اجتماعي، ما محتاج السلام الاجتماعي ده يمشوا فلنجايات او كده ادارات اهليه يقودوا يقول خلاص هاي والله رتق النسيج الاجتماعي وسلام اجتماعي بين الناس ومصالحه عامه وخلاص، ولسه الوسخ ده الحكومه دي لو ما ماتوا منها 2000 الامور ما تمشي قدام نهائي، ما في سلام اجتماعي. اكذب والله، ممكن القاك في الشارع افسخ لك سنوني، لكن انا في قلبي عندي حاجه اكون معك واضح يعني، ما الكذب والنفاق ما ينفع. عموما تحياتنا بتوصلوا كثير، شكرا لكم ولي قدام. فنحن ما درنا الحرب الاهليه يحصل، لكن عشان تتلافى الحرب الاهليه ده الطرق المعينه كويس، كلنا الان نكون ضد الجنجويت، لكن ما بسلميه، لا لا ندق بالليادين، ندق جميع الولايات. لو انتوا 1000 طاط 10000 طاط شب في 10 ولايات، وزع الولايات دي في اي قريه خد لها 20 ولا 10 ناس، القرية دي لك قاموا داري يبلوا العشرة عشرة تاتشر بيفضل فيهم نفخ النار. لما هم انا ده اقول لك حاجة، اقسم بالله لو في ناس الدمازين دقوا الدعم السريع، وناس كردفان دقوا الدعم السريع، وناس الخرطوم هناك من الامارات بقى الناسات قاعدين يدقوا الدعم السريع، ناس اي محل فيه دعم سريع، لو بس انت كده قاعد زي ده بتليفونك فتحت اللايف زي ده يشتغل، قال لك الليلة يا جماعة كشفوا هاي الفيديو يا جماعة، ضرب الدعم السريع هنا، يا وديل شايفين الفيديو هنا، ده في الجزيرة، ده في ملكان، ده في ده اسمه ده 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 في النيل الأزرق، شايفين الدعم السريع؟ أيوة ده في الجنينة، ده في الفاشر، ضربوهم هنا بتاع عليك دينك. لو أنت كده بيني وبينك كده، أنت لو شغال في الدعم السريع تتلب من التاتشر ولا ما تتلب؟ لو جات حملة عامة، لا خلي نضرب لك مثل ثاني، لو الخواجات قالوا أي بلاك لقيناه في الشارع ندوه طلقة، بالله عليك بتمرق الثلاجة اللي عندك لا ده جبتها لكن الجوة لو انتهى تموت، بس ما انت كده كده ميت. لو لقوك في السوبر ماركت قال اي بلا لقيتوه قتلوه بتمرق؟ لا بالله، لا بيني وبينك كده بتمرق؟ تتكلم كيف؟ الناس واقسم بالله الدعم السريع ده اضعف حلقة في الحلقات الموجودة في السودان، اضعف حلقة والله العظيم. اي ولاية قلت لك انا هم بسيط تاتشراتهم، اديتهم 10000 تاتشر، 10000 تاتشر في 10 ولايات، اي ولايه عنده 1000 تاتشر وزيعه بس. الله يتبل. المهم تحياتنا، شكرا لكم ولي قدام. الحرب ضد الدعم السريع وضد الميليشيات وضد الغجر، والسلام الاجتماعي بين الناس، نتلافى المشكله القبليه بتترفي، والتصالح الاجتماعي والرتق النسيج الاجتماعي بين الناس ما بيتم الا بالعداله، والعداله جزء من ابناء الشمال الصفوة لازم يموتوا، وجزء من الفلنجات بتاع دارفور لازم يموتوا، جزء من رؤساء الحركات المسلحه يا يجروا يا يموتوا، وادارات اهليه جديده، سلاطين اي حاجه جداد، خريجين جامعيين نسويهم سلاطين وفرش وياخذوا مرتبات من الدوله. فان شاء الله واحد قال لي يا اخي فتنه شديده، لا 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 انت شفت الزور قال لي فتنه ده هو جنجويتي تتبلى تابع لحميدتي. طبعا الطاهر قال لي يا اخي والله كلمه جنجويت دي حاره يا اخي كده، قول لهم ملايش اي، ما هو ما بطوالي كده يا الطاهر، ما بنقدر نتعوض طوالي كده، بس نخلي كلمه جنجويت ونجي في كلمه ملايش ما بين الليله وليله وضحاها، فالموضوع داير وقت شويه كده يعني. فالدعوه مفتوحه يا جماعه، الدعوه مفتوحه عشان الكذب والنفاق والتدليس ما بينفع يا جماعه. الشعب ده تكون معه واضح، توريه عديل يا جماعه، جاي واحد اثنين ثلاثه، دير ترفع الطرق اللي بترفع واحد اثنين ثلاثه، عشان بعدين اي عشان لو مت تتذكروني. طيب
الدعوة مفتوحة يا جماعة، لو ما في دعوة أنا أقول لكم تحياتنا، تسلموا، شكرا لكم وليا جدا. لو في زول دير دعوة، دعوة مفتوحة. لو ما في دعوة كمان تحياتنا وتسلموا وليه جدا. طيب في ما في دعوة، أنا ما شايف دعوة. دار نكرر المكالمة الصوتية بتاعت نازبري ده، لأنه مهمة جدا، مكالمة صوتية كانت قوية جدا، لازم يوصل لنازبري. لازم يوصل لهم، مكالمة صوتية ده لازم يوصل لنازبري، لازم يوصل لهم. طيب طيب في دعاوي هنا، اي انا عندي مكالمة صوتية ده بس دار اوصلها لنازبري هنا. وصلنا تولا بعد المدرسة على نجية كاردي لدو مدرسة أورو غيرين تاري بطوري أم يوغل إري حاك يوغل أخلور تاباني جاي مني موانا شير لن هو تعرفوش ده إيه كده كي لارو كي بجي تبلو إيه كده ليه بس تيهنا نموت اكترونا وجردونا من مكانتنا كلم لنا وما تعرف مجينا ليه إيه إيه هناك إيه لو ولا بريها يا وصل وصل كي تبلو والله يحسب الله يسوق وصل معنا بروهي السلام عليكم. اكثر اللايف اللي عندك ده. السلام عليكم. مرحبتين، عندك لايف جنبك اكثره. السلام عليكم. مرحبتين. يا مناخين احمد كسر. بخير الله، يفضل. السلام عليكم، كيف صحة؟ يا اخي انا بس عندي حاجة بسيطة، عندي حاجة بسيطة عايز اقولها. يا اخي مش افضل يعني انه الناس تعيش بسلام؟ بدل الفتنة يعني، بس يعني ما 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 تكفيني ولا تزغ مني ولا تبقى ديكتاتور زي ما قاعد تعمل. بس نقاط نشيل الدور الثاني ده ذاته، نتحاور معك انت بس. اوكي تمام. طيب اصلا هو نتكلم بنقاط. أسألني ثلاثة نقاط أنا برد عليها بكل شفافية، وأنا بسألك نقطة أو نقطتين ترد عليه بكل شفافية. تفضل أسألني. أوكي. نفس عملية الشيرة دي. يا أخي أنت سؤال، أنت مش عارف سلفا إنه الحصل في دارفور من 2003 هو سبب الحكومة بتاعت الكيزان الفاتت الآن دي ولا لا؟ عندك ثلاثة نقاط كمل عشان نرد. دي واحد، ها انت عارف كلام زي ده وعارف الابابيل وعارف الطيران الابابيل الضرب حتى الحمار ما خلاه، صح ولا لا؟ دي واحد. اثنين، المشاكل الغبليه في السودان في دارفور ما انتهت نهائي. ليش ما انتهت؟ لانه في فئه معينه الصفوه اللي انت قاعد تتكلم عنهم، فهمت علي؟ اللي بتطبل ليهم الصفوه اللي انت تتكلم عنهم وبتطبل ليهم هم السبب بتاع الفتنه الغبليه الموجوده في دارفور، صح ولا لا؟ انت عارف كلام زي نطب النم يا تصفى وطيح عديد. الصفوه الموجوده، الصفوه الموجوده اللي دخلوا مع الاحتلال الانجليزي، ها؟ الصفوه الموجوده. انا ما بدي اتكلم بعنصريه، انا ما بدي اتكلم لا 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 بشفافيه، ولكن الصفوه الموجوده في العاصمه ولا موجوده في الوسط اللي هي اصلا جزء كبير منها جا داخل مع الانجليز كدليل، فاهم علي يعني شو كدليل؟ ها؟ كدليل عشان استعبدونا احنا، فهمت علي؟ المهم يعني انت ليش ما تتكلم عن يعني ليش ما تتكلم عن عن ليش ما تتكلم عن السلام؟ يا اخي سؤال، انت مش هسه حاليا مرتاح ما عادش كده حبيبنا المجتمع. انا قلت لك لو دير زول يتكلم معي بنقاط انا بفتح لي الفرصه. اصل انا اتكلمت مع انا اتكلمت معك من التالي. انا اتكلمت معك من التالي. خلينا نخش التالي،
انت تكلمت عن الرتق النسيجي الاجتماعي والحاجة الجميلة الموجودة في كردفان، زي ما أمس كان بيتكلم الطاهر ومعاه هو برلين، فهمت عليك؟ بكل احترام مع بعض، صح ولا مثلا؟ بكل احترام وتقدير، كأنهم أولاد عم، كأنهم أخوان. والحكاية دي أنت ما عاوزها لدارفور، لأنه لو حصل في دارفور معناتها الدنيا هتتصلح والدنيا هتمشي لقدام، ومعناتها إننا هنعيش في سلام، معناتها يعني هنتقدم. لا لا، أنت ما عاوز إننا نعمل كده، أنت ليه ما تخلينا إننا نعيش زي ما أنت، زي ما الفرنسيين اللي عايشين حاليا، خلينا نعيش زيهم. نعيش زيهم كيف؟ لو أنت عاوز إننا نقدم بعضنا. دقيقة. أول حاجة أنت قلت ما نقاط، بس أنت ما تتحمل النقاط أطلع بشكل. طيب أول حاجة قلت يا أخي، أنت عارف إن الناس الدور الطيران الكتل الناس في دارفور معروفين هم الحكومة، كلامك صحيح، كلامك صحيح، بأنه الحكومة سلحت وجيشت، جيشت منو؟ جيش الحمير، جيشت الجداد، جيشت واحد مني أنا ويسخ إدارة أهلية، ومن أهلك برضو أدتهم سلاح عشان يكتلوا الطرف الثاني بدون أي استثناء لأي طرف ثاني، تمام؟ فده معروف، الناس حاربتها واتكلمت بالموضوع ده بشفافية شديد. النقطة الثانية قلت يا أخي ذكرني، والله طشيت، أنا مفروض أجيب قلم وورقة أكتب النقاط. النقطة الثالثة اللي هي الصفوة، الصفوة. أيوة الثانية. لا لا التانية. الصفوة ما أيوة. دقيقة لحظة ما تقاطعني. الصفوة. معلش. أنت برضو في النهاية قلت دير الحكومة. الحكومة نرجعها هنا للصفوة. الصفوة هم البيتات الحاكمة، هم الأحزاب الموجودة حسي والقديم والسقط والما سقط، كلهم حزب الباسل العربي والاشتراك، ما في زول خلام. ونبه الشماليين، يا شماليين هو السلام عليكم، احزابكم دي احزاب كرتونيه وسخه، عملت ودمرت وصوت وصوت، انتهينا. بالنسبه للطاهر كويس، ده ما نقاط عشان تاني نمشي لقدام. بالنسبه للطاهر ونفند برضه لسه، ممكن تديني دقيقتين عشان نخلص. بالنسبه للطاهر، الطاهر انا ما قلت له انت تتكلم، ولا قلت له ما تتكلم، ولا قلت له انت الطاهر حارب، لا لا لا. الطاهر عنده فيديو يتكلم، وبعد ذاك احنا بنتواصل من زمان، احنا كنا متواصلين، فاتكلم في الفيديو، نشوف الكلام بتاع الفيديو بتاع الطاهر. انت لو مستاجر ولا مارك ولا عندك اي شغل، ما عندي اي حاجه، انا ليش خليك قاعد دقيقه، خليك قاعد. طيب وبرضه نفند الموضوع بتاع الناس الجيشوم موجودين